عبد العظيم عادل الجنابي نائب رئيس مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، أعتبر أصغر مسؤول إداري في المجتمع المدني، أعمل بمؤسسة معنية بملف حقوق الإنسان على مستوى العراق. تطبيق راي هو تطبيق معاد للتعريف بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في العراق. هذا التطبيق موجود على المنصتين الأندرويد والآي أو إس. بإمكان المنظمات المحلية والفرق التطوعية والأشخاص العاديين ولا سيما الشباب اللي يتعرضون إلى الانتهاكات اللي تمس حياتهم وتمس يعني أمنهم الشخصي، بإمكان تحميل هذا التطبيق من خلال المتاجر الموجودة، وبإمكانهم إرسال نوع المخالفة اللي يتعرضوا لها، وراح يتم العمل على هاي المخالفات وإرسالها إلى الجهات المعنية. راح ينتشر على مستوى العراق، إضافة إلى أنه راح يتم التنسيق ويا جهات دولية من أجل وضع حد لهاي الانتهاكات. إحنا نطمح إلى أنه عراق خالي من الانتهاكات، عراق خالي من المخالفات القانونية، عراق خالي من الخروقات اللي تمس حقوق الإنسان. نسعى جاهدين إحنا ومع المنظمات الصديقة، مع الفرق الصديقة، إنه يعني نحقق شيء على مود إنه نقلل من هاي الانتهاكات.